3 2 1 اكشن. فيتش لعبه سكوتش بيبي. شي هاز دوجز. نيرمان نيرمان. اوي ميدو. ستاند باي ستاند باي. بعدين يلي وقفي صوتك مو عدل. لا المايك شوي نازل. انا عارف انت لوين تبي توصل. لين ينزل 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 للمنطقه الخطيره. اوي نيرمان. انا ايش فيني؟ ثواني اسف. اذا غلطت الحين ابيكم كلكم تدسوا بطني. توان اكشن. لاحظت الفتحات اللي عند الشات؟ نيرمان برينك هذا الصور لي هالغ احطهم على شاشة القرقيعان المرصعة بالذهب والألماس عشان حرياراتي يموتون من الحرة والقهر على التفنتق اللي أنا أسويه. يحبوني يقلدوني. ولا تنسين تيبين بوكسات قرقيعان حق شلابة بيبي وقطاوة ريري. يا حلوهم كات. يا هلا ويا مرحبا فيكم أعزائي المشاهدون والمشاهدات في حلقة جديدة من جلثوميات مع جلثم. أنا وكامل الفريق نرحب فيكم وقرقيعان وقرقيعان بيت قصير ورميضان. ابتدأ موسم القرقيعان. ابتدأ موسم القرقيعان. ابتدأ موسم القرقيعان وابتدأت استعدادات الناس له وتم تخصيص ميزانية ضخمة ومبالغ مهولة على العلب والبوكسات اللي نحطون فيها الكاندي. للي ما يعرفون القرقيعان هو هالوين محلي يحوسون الأوادم من بيت لبيت جامعين الحلاو لكي يعودون المنزل ويأكلونه وما أدري إيش الفائدة ويرتفع السكري. لكن القرقيعان هالأيام مو مثل ما عهدنا قبل إن الأطفال يلبسون الملابس الشعبية والأزياء الجميلة ويغنون يرقصون بالفريد وأشكالهم كيوت يا حلوم. أما الحين البعض يلبسون عيالهم كوستيوم اللي برنسيس واللي تلبس غترة وعقال واللي يلبس سوبرمان ويحلوهم عيال مارفل وهم يقرقعون ويخلونهم يحوسون مع العاملات من بيت لبيت والعاملات جزاهم الله خير عشان ما يتعبون الحنجرة الصوتية للأطفال يغنون مكانهم. ذل إذا يور قرقعون أمر يقدرون. وان وان وبعض الأمهات الله يهداهم لازم يحرون ياراتهم بالتفنتق اللي يصير على البوكسات ملوت القرقيعان الموزعة اللي تحط اكسسوارات واللي تحط انجلز واللي تحط صور عيالها وهم ميتين من البكي بالصور واللي تحط صور قطاوتها. هذا غير أغاني القرقيعان. لازم تكلم عديلة ولا تايلر تايلر بنت البست تايلر سويفت. نقول تايلر سويفت ويزفوني وعديلة يعني أديل. إدوان أكشن. ويبقى السؤال الأهم، لماذا كل هذا الاهتمام بالبهرجة القرقيعانية؟ ماذا ستجني العائلة من ذلك غير الحلاو وكلمة الواو والسكري مشعل الواو ياي؟ يا جماعة دعوا الأطفال يلهون ويلعبون يحلوهم كيوت. لا تقضون على براءة الأطفال بالبحث عن جذب الانتباه والناس تقول لكم واو. وسلم جلثم يلا خلها للمشاهدين يلا وهذا اللي احنا نبيه. كات كات لي لأن خلاص خلصنا. سلم جلثوم يلا خلها لومها يلا. سلم جلثوم يلا خلها لومها يلا. سلم أستاذ عز يلا